En mijn vroeger natuurlijk in mijn jeugd vrienden. Dus we hebben inderdaad Levert, Minecraft, Schwebbert, طبعا هاي انا تقريبا احنا نبحث عن كمية ايرون كتيرة، عشان انا صراحة الاتنين معايا ما يكفوش. فانا هشوف هروح امكنة وادور على اسمه ايه ده، كمية ايرون كتيرة، عشان ايه، عشان اقدر ان انا اعمل ادوات ودروع كل حاجة. خلينا نروح من هنا، نروح من الناحية دي، ننزل، يلا نروح من هنا، ولا في أي حاجة، نروح من هنا كده. في حاجة في أيوة كسر كسر شباب، شكل كمية دول هيبقوا كتير خالص. والله في هنا كتير خالص، بس ما شاء الله محبش احسد. انا لو حسدت هستفاد ايه؟ يعني لو حسدت شوف ايه، مش مفيش نور، هيبقى فيه دلوقتي. بس ده ايه ده؟ ولا شباب ساكت، مش عارف عشان ايه، بس ماشي سامحوني. يلا بس كده البيت هو ماشي، ويعني روح اي مكان تاني غير الكيف ده. قلنا الحلقة اللي فاتت نحن ننزل الكيف ده، ايه ده كيف اللي نهاية على طول. خلينا نروح من الناحية دي، يلا شكلها مش معايا أكسر أكسر فحم. يلا شوف انا شكل سكت اوي ليه كده، بس عادي يا شباب، يعني بس اللي هو عشان بالليل وكده، اللي هو عشان مثلا في ناس نايمين، فاللي هو انا ما ينفعش اعلي صوتي، معلش. بس كل الفحم، نص الفحم هنعمل بيه شموع، او كله عادي نعمل بيه كله كتير يا شباب. 20 ده مش قليل من بداية الكيف. معزز مكرم، داخل الكيف تلاقي ايرونتين. لا ده بس ده اللي ينهي على طول، بس ايه، بس ظبطنا. ممكن تضيعت فحم او حاجة هنا هنا ولا هنا ولا هنا. في كيف نرجع الكيف بتاعنا؟ بلاش عايزين نحفر. اهو في واحد اهو، ولا ده دخلناه. تمام نروح لهناك، اللي عامل زي ريفين ده. ريفين ده شايف ده كيف كده بي، ايوه
بس كده احنا نروح هنا، ده اللي احنا لسه داخلينه تقريبا. فينا واو واو ما شاء الله يا شباب. يلا نكسر تاني. واو ما شاء الله شباب، لهوي انا مش بحسد وبحسد زي ما قال لي. 17 ايوه ناية مفيش ولا اي ايرون تاني. خلاص كده نطلع من الكيف ده. لا مش نطلع. ايه ده انا ملاحظتهمش ازاي؟ انا بقى ما بلاحظش، بلاحظ وانا راجع. يلا حاجة 23 ايرون هي طالعين بكمية ايرون جميل. بس انا لسه بس احنا نجمع غير حاجة عندنا 30 ونطلع. بس انا بقول ده الاقرب يعني ليه. خلاص يا شباب احنا قفلنا 30. خلاص نطلع من الكيف نبقى حلقة ثانية، نبقى ننزل كده جمال كمية ايرون جميلة. تعالوا يلا نطلع وسمعنا شموع زيادة في مطر. نطلع طلعين مفيش اي حاجة خالص. يلا عايزين نعمل ايه تاني شباب؟ هبقى افكر لفكرة ان انا اعمل ازود البيت واعمل له حاجات كبيرة كده وجامد يبقى كبير وكده. هفكر. بصوا لسه يا شباب الحلقة التانية ولسه اللي فاتت ولسه ولا اي حاجة بتعمل. لسه عاملة دلوقتي لما دخلت السيرفر لا لما دخلت الجيم يعني الدور اعمل. عايزين نجمع لنا نعمل اللي هو ايه، نستنى الويت. اقطع الفيديو واستنى الويت ولا مش عارف صراحة. هقطع الفيديو واستنى الويت ده يعمل ده وارجع لكم ونسحب الخرفان. ماشي نرجع لكم. يا شباب ده انا قعدت ساعة بحال عشان يعمل ده كله. بص يا شباب انا هصحى بس صح اعمل حاجات، اجمع خشب الاول. شوف انا في خشب حوالين المنطقة اكيد هجمع خشب. لو يعني لو انا كنت عارف ازاي اصور الفيديو كان زمان مصور الفيديو دلوقتي وانا بكسر. بس انا للاسف ما اقدرش يعني لسه يا شباب متواضع يعني لسه بادئ ولسه يعني بتعلم اكتر واكتر عشان انزل لكم حاجات احسن وانزلها لكم بطريقه يعني انا قبل كده من زمان خالص وانا متعلم ان انا منتج واحط لكم كذا وكذا. انا مكنتش بعرف احط حاجات ولا مقدم ولا اي حاجه بس يعني ان شاء الله الحمد لله عرفت بحب الاقي البرامج ولقيت فيديوهات تعلمت منها واحده واحده. كان ينفع اصور على الفيديو كنت صورت لكم من بدري يا شباب. انا بعمل البتاع يلا كده يلا شباب نعمل بكده نعمل يعني على الاقل نجمع. يلا نعمل ايه او سكتات مين مستوشر.
Jullie kunnen zo leven in de onderschap. Wat zag je nog? Nog wat te bellen, nog wat. Hallo. Hallo. Toen doe je zo weer in de baarmede. Toen heb je van de bad tegen hem gelost. Hallo. Hallo, de hele tijd. Mijn rewit wil je haak. Gelost, kijk. Hij is in de baar. Hij is een geen fan. Ja, maar geen fan. Hallo. Hallo, schweb. Nu ga ik de kast hebben. Kijk, wachten. Wachten. De seed. Dat is een mesh. Hoe heet hij? Boor, het lijkt. Jullie boor, boor. Boor, jullie. Boor, jullie. Jullie boor, jullie. Chatoor. Chatoor, jullie. Jullie boor. Jullie boor. Jullie boor. Jullie boor. Jullie boor. لا غلطان والله أنا غلطان في دي يلا يبقى يلا بقوش يلا ايه بتجي علي يلا تعال يلا شغلك الباب الغليظ اشيلهولك يلا بقى ثانية الله بس خلاص يا بابا فيش حاجة خلاص بس خلاص كان في حاجة عصب ماشي البيئة مش تقدر تجيلي يا بابا انا هسحب اي حد او بلاش طبعا شباب دي نهاية الفيديو ما لو عجبكم ما تنسوش لايك تشترك في القناة لو مش مشتركين يلا نشوفكم حاجة جديدة مع قناة جيمنج اكس واي يلا اي واي اس يونيت جيمنج اكس واي يلا سلام.